خير، تحياتي. بمناسبة اليوم الاحتفال باليوم العالمي للفيلسوف، نقدم هذه المداخلة حول الحرب العادلة أو الحرب الظالمة، مقاربة إيتيقية مقدمة لأسباب بعيدة عن أن تكون سهلة الفهم. لطالما فتنت الحرب الإنسانية شعوب بأكمالها، مثل سكان إسبرتا في العصور القديمة، أسست أسلوب حياتهم على الحرب، أو بالأحرى على فن الحرب. اليوم يستطيع ملايين فاعلين الجدد حول العالم تجسيد بطل أو جندي من حرب تاريخية لا تزال تحظى بالاحتفال بها، ويعجب العالم بشجاعة وقوة شخصية هؤلاء الجنود الذين يدافعون عن أمتهم أو إيديولوجياتهم على حساب حياتهم، متسائلين مقابل لا شيء في المقابل سوى بعض الاعتراف بالفخر وبالمجد وبالرمزية. لقد تم تمجيد الغزاة الذين بسطوا نفوذ إمبراطوريتهم على الحضارات المجاورة إلى حد ما، ومع ذلك بشكل عام يميل الناس بشكل طبيعي إلى الإشادة بالجهود المبذولة للحد من عدد ضحايا النزاعات المسلحة المختلفة التي تدور رحاها في كل مكان تقريبا على هذا الكوكب، بل وأكثر من ذلك الجهود الرامية إلى تجنب هذه الصراعات. إذا كان الأمر كذلك، فذلك لأننا نستطيع أن نلاحظ بشكل حدسي مختلف جوانب الحرب المشكوك فيها أخلاقيا. وفي هذا السياق يمكن يبقى السؤال مطروح، أو يمكن طرح هذا السؤال: هل الحرب العادلة ممكنة؟ لمحاولة الإجابة، وما الفرق بين الحرب العادلة والحرب الظالمة، وما هي المعايير؟ لمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة المشحونة بالاعتبارات الأخلاقية، يبدو لنا أنه يجب تحديد المواقف المتميزة التي يمكن اعتمادها فيما يتعلق بمفهوم الحرب ذاته، حتى نتمكن بعد ذلك من تحديد من هذه المواقف ما هو الأكثر قبول من الناحية الإيتيقية. وبعد ذلك يمكن عرض النقاط التي تحدد النظرية الإيتيقية لتسليط الضوء على نقاط القوة وضعف فيها. وبعد توضيح المفاهيم الأساسية لفهم الاعتبارات النظرية للمواقف المقبولة متعلقة بالحرب، يمكن مسائلة بشكل ملموس أبعد من ذلك الإطار النظري للحرب العادلة والبحث في يعني إيتيقة الحرب. فهل الحرب العادلة ممكن؟ نبدأ، ما المقصود بالحرب العادلة؟ الحرب العنصر الأول، الحرب العادلة في الأصول، في الأصل كان المفكرين القدامى يمكن العثور على مؤلف الحرب العادلة عند سيسرون الرواقي، الذي يعرف حروب الحرب العادلة على أساس احترام التحالف فقط والدفاع ضد العدوان، ويكون هدفه إقامة سلام دائم. ثم وسع القديس أغسطين هذا المفهوم وفرضه في الإمبراطورية التي أصبحت مسيحية، ويجب الدفاع عنها إذا استمرت الحرب في اعتبارها شرا في حد ذاته، فقد تكون ملاذا لتجنب شر أكبر. لذلك هناك حروب سيئة ومعارك جيدة. ومن ثم فإن الحرب العادلة تقوم على ثلاثية: الدفاع عن الوطن ومواطنيه وممتلكاته، أن حرب دفاع تهدف إلى معاقبة الأشرار، حرب حماية واستعادة حقوق معينة مهددة ومنتهكة. وقد ساغ القديس توما الإكويني في القرن 13 يعني العبارة التالية: لكي تكون الحرب عادلة يجب أن تعلنها سلطة عامة مختصة، ويجب أن يكون سبب عادلا، ويجب أن تكون نية الشخص الذي يقودها مستقيمة. لذلك لم تقبل المسيحية الحرب إلا باعتبارها شرا يجب أخذها في الاعتبار، وسعت إلى تنظيمها بكل الطرق الممكنة. ومع ولادة الدول الحديثة والنظام الويستفالي لم تختف الحرب العادلة، ولكنها الآن مدمجة في قانون الحرب. هذا قانون الحرب الذي يأخذ بشكل أو بآخر من مبادئ التوجيهية الأساسية التي حددتها الكنيسة وحتى في ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، نشر الفاتيكان دبلوماسية نشطة تدعو حتى في أحلك الأوقات إلى شكل من أشكال الحوار بين الأطراف، منذ انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني، ومن خلال دعوة الزعماء إلى رفض خطر المحرقة النووية، دافع الباباوات عن نزع السلاح. فهل يمكن أن يكون هناك تطور جديد مع يعني البابا يعني مع التوصيات الدينية؟ الحرب العادلة هي مفهوم يمكن من خلاله تحديد مجموعة من القواعد، يعني باللاتينية بلوم أنستوم الحرب العادلة. هذه القواعد الأخلاقية أو الإيتيقية تحت أي ظروف تعتبر الحرب عملا مقبولا أخلاقي أو إيتيقي. ظهرت هذه الفكرة في روما، الفكرة في روما القديمة، ولا سيما عند مع شيشرون كما قلنا، وتم تطويرها أول مرة في الثقافة الغربية بناء على القيم المسيحية حول القرن الرابع عشر، حول القرن الرابع مع أغسطين، قبل أن تصبح جزء من القانون الكنيسي من العصور الوسطى. يتعلق هذا المبدأ بشكل خاص بالحرب الوقائية،
ولا يوجد مجال كبير لإثبات وجود سبب للحرب، أنها تطرح أسئلة أساسية حول الطبيعة البشرية والعلاقات الذاتية والجدل، وتتضمن العديد من فروع الفلسفة مثل الميتافيزيقا ونظرية المعرفة والفلسفة السياسية أو الفلسفة الإيثيقية. حرب العادلة تنطوي على عدد معين من الضرورات، حق في الحرب مخصص للسلطة الشرعية التي يجب أن تشن الحرب لسبب عادل وبنوية وأهداف صحيحة، في حين أن الحق في الحرب يتطلب الالتزام بعدة قواعد بما في ذلك تناسب الوسائل الحاسبة وكذلك حماية سكان مدنيين وأسرى الحرب، وينطبق قانون معين على المرحلة النهائية من النزاع المسلح، وهو قانون ما بعد الحرب والذي يتضمن معاهدة السلام وعقبها العملية ومضوا عصر النهضة سن قانون الحرب على هذه الفكرة، في حين أن العقيدة الكلاسيكية تتطلب سبب العادل والذي يمكن أن يطالب به واحد فقط من الطرفين المتحاربين. أصبحت الفكرة راسخة في العصر الحديث بأن الحرب الرسمية بين الدول ذات السيادة يجب أن تعتبر قانونية من كلا الجانبين. وفق القانون الدولي الحديث الحرب العدوانية محظورة رسميا، وبالتالي يتم إلغاء الحق في الحرب ولا يسمح إلا بالعقوبات العسكرية التي فرضتها الأمم المتحدة لأغراض حفظ السلام، يعني والتي يجب أن تفهم على أنها تدخلات تهدف إلى حماية الناس في حالة الطوارئ. ومع ذلك منذ التسعينات في القرن الماضي وفي سياق التدخلات الإنسانية بدأ نقاش إيثيقي جديد حول إمكانية الحروب العادلة، يعني في تدخل من طرف القوى منظمة لهذه الحرب التي تعتبر عادلة، والدول التي تعتدي على مثلا حقوق الإنسان أو تعتدي على القيم الكونية. إذن ربما نعود إلى ماذا قال المجمع يعني البابا في مسألة الحرب العادلة، وهل ما قاله يستحق التنويه. في رسالة عامة بتاريخ 3 أكتوبر 2020 يدعو البابا إلى العودة إلى الأخوة العالمية، إلى عالم مفتوح بلا جدران بلا حدود بدون استبعاد أو معاملة أو كراهية الأجانب. وشدد البابا على أن الحرب لا يمكن أن تكون حل، مؤكدا أن المخاطر في الحرب ربما تكون دائما أكبر من المنفعة الافتراضية المنسوبة إليه. أمام هذا الواقع من الصعب جدا اليوم الدفاع عن المعايير العقلانية التي نضجت في أوقات أخرى الحديث عن حرب عادلة ممكنة لحرب مرة أخرى. مع ذلك تستحق هذه الرسالة إعادة قراءتها في ضوء الحرب المندلعة ربما بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو الصهيو غربيين أو الصهيو إمبرياليين، والطريقة التي ربما تعامل بها الكنيسة في هذا الحوار، يعني من خلال عيد الفصح عام 2022 من خلال حث الشعوب على عدم الاعتياد على الحرب. فليسمع يقول البابا فليسمع المسؤولون عن الأمم صرخة الشعب من أجل السلام. ومؤخرا في سياق التصعيد والتهديد النووي في 22 الأول أكتوبر في مطالبة بوقف دوامة العنف والموت بما في ذلك من أجل خير شعبه ليكون هناك انفتاح على مقترحات السلام الجادة. الحديث عن الحرب العادلة يعني أيضا دعم بناء السلام، عمل الجيش بشكل يومي والمجتمعات المفتوحة الديمقراطية كبناء كبنات سلام ومنع اندلاع العنف وضمان قدر الاستطاع حماية السكان. هل ينبغي لنا أن نؤكد كيف أن تقديم الدعم ومنح الجنود المهاجمين الوسائل اللازمة لدماء أنفسهم وعن بنيتهم الأساسية التي تعرضت للقصف يجعلنا دائما نرغب في خدمة وحماية الأضعف. الآن نأتي إلى مسألة الحرب الظالمة، هي فرضية غير مقبولة. من الواضح أن النظريات الواقعية يعني الاستعمار هو حرب ظالمة، الاحتلال دولة لدولة أخرى حرب ظالمة. من الواضح أن النظريات الواقعية لا تصمد، لأن الفرضية التي تعتبر الحرب ليست موضوعا لتقييم الإيثيقي كما تم تحديدها غير مقبولة سابقا غير مقبولة، لكن يمكن رد على الحكم الواقع بطريقة أخرى. فإذا كان من مصلحة الدولة أن تزيد من قوتها، من مصلحة الدولة أيضا ألا تنفر البلدان التي تتعامل معها اقتصاديا. في سياق الحالي للعولمة حيث تتجه أعداد متزايدة من البلدان إلى التصنيع، تدخل النخبة الاقتصادية العالمية من وتدخل النخبة الاقتصادية العالمية، من الواضح أن التعاون الدولي مطلوب لضمان استقرار كل دولة، ومن ثم من مصلحة الأمم أن تتبع القوى الراسخة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة والحروب بشكل عام. من الواضح أنه على سبيل المثال إذا حاولت الدولة ما زيادة قوتها بالقوة يعني عشان حرب ظالمة يستعين عليها مواجهة الرد من الدول الأخرى التي يجب أن تتعامل معها من أجل ضمان وصولها إلى الموارد.
ويمكن أن تشن عليها كردود فعل حصار اقتصادي أو هزات ارتدادية. لهذه الأسباب يمكن أن نعتقد أننا إجابة على هذا السؤال من خلال التأكيد على أن الحرب العادلة أمر ممكن، ومع ذلك لم تتمكن أي حرب في تاريخ البشرية من تلبية جميع المعايير المشار إليها. ومن العلامات المشجعة على التقدم نحو عالم أكثر مسؤولية أخلاقية أن الدول على الأقل دول صناعية تبدو أقل ميلا لاستخدام القوة في علاقتها الدولية، يعني تبتعد عن خيار الحرب الظالمة. وبطبيعة الحال إذا كانت الحرب عادلة ممكن، فهذا لا يعني أنها لا تتطلب جهود من جانب السلطات المختصة ولا من جانب جميع الأطراف المعنية في هذا النوع من المواقف. ولسوء الحظ فإنما ينقصنا في أغلب الأحيان في الأحكام الأخلاقية ليس التفكير بل الشجاعة لتطبيق النتائج المستمدة من التفكير. وأخيرا فما يظل معترف به عالميا من نبذ للحرب الظالمة فيما يتصل بأخلاقيات العلاقة الدولية هو التالي: سواء كانت الحرب العادلة ممكنة أو لا فهي غير مرغوبة على الإطلاق، وبعيدا عما تدعو إليه الأديان وينبغي للدول أن تضعه موضع التنفيذ، هل هناك طريقة لتجنب اللجوء إلى هذا الشكل من العنف المتفاقم في الحرب الظالمة خاصة الاستعمار أو الاحتلال أو حتى الحرب الأهلية؟ في وقت الصراعات الجديدة من حرب المعلومات إلى الحرب السيبرانية أو الهجينة، ماذا يمكن أن نقول عن أهمية هذا المفهوم الحرب العادلة؟ ومن المواقف الفلسفية من الحرب؟ الفلسفة انقسمت إلى موقفين: العواقبية أو الإيتيق. لذلك هناك يعني موقفين ممكنين عندما يحين وقت الانحياز إلى أحد الجانبين في مسألة الحرب: موقف السلام يعني أو الموقف الواقعي تبرير الحرب، وربما موقف إيتيقي تستبعد نظرية السلمية أي شكل من أشكال الحروب ولا تعترف بأي حال من الأحوال بأن الموقف يمكن أن يبرر اللجوء إلى الحرب. بغض النظر عن الأسباب التي يمكن من أجلها أعلان الحرب أو الطريقة التي يمكن بها إدارتها، إذا كان الفكر السلمي يعتبر الحرب دائما أمرا يستحق الشجب أخلاقيا، فيمكن مع ذلك الدفاع عن هذا الحكم بعدة طرق يمكن تجميعها إما تحت وجهة نظر تبعية أو تحت وجه النظر أخلاقي. لذلك وبالنظر إلى أن العواقب والإيتيق متعارضتان في العديد من النقاط، يبدو أن المسالمة هي موقف مبرر بشكل واضح، وبالتالي موقف يمكن الاعتراف به باعتباره موقفا عالميا كونيا. ومع ذلك إذا كانت الغالبية العظمى من سكان العالم على استعداد لعدم الموافقة على فظائع الحرب ذاتها، فمن البديهي أن هذه الأغلبية نفسها ستوافق بلا شك على حرب تهدف إلى وضع حد لأسوأ الفظائع أو ما يسمى بالحرب يعني العادلة. وبالتالي إذا كان من الضروري اعتبار غزو دولة لدولة مجاورة لتوسيع أراضيها أمرا مستهجنا، كيف يمكن إلقاء اللوم على رد الفعل على الغزاة ورد فعل يعني الحلفاء على أهوال هذه الحرب المعلنة؟ أما المنظور الواقع فهو يرى أن الحرب ليست عادلة ولا وهي دائما وأبدا ظالمة، لأنها ليست موضوع يبرر التقييم الأخلاقي. تؤكد نظرية الواقعية التي نادر ما يدافع عنها الفلاسفة أكثر من السياسيين أن الدول لا يتعين عليها اتباع القواعد أو الضرورات الأخلاقية في عملية صنع القرار على الساحة الدولية من الحياة. ووفق لهذه الرؤية فلا بد من حماية النظام العالمي من خلال إيجاد توازن القوى بين الأطراف العالمية. هناك طرق عديدة لدحض الأطروحات التي تراها الواقعيون، ولكن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو عموما الاعتراض على أن الحرب هي شيء يبرر التقييم الأخلاقي. يمكن الاعتراض على هذا الأمر. على وجه ذلك فهذا حادث معتاد تماما، لأن الحرب تنطوي على نصيبها من المعاناة الإنسانية وتسببها، وبالتالي يجب أن تخضع للتقييم الأخلاقي. وإذا لم يكن على الكيان الحكومي اتباع ضرورات الأخلاقية كما يدعي الواقعون، فيجب علينا التأكيد على حقيقة أن القرارات الحكومية يتم اتخاذها من قبل فاعلين أخلاقيين، أي يطلب منهم احترام هذه المتطلبات. ويجب أن يعترف المنهج الأخير وهو المنهج الإيتيقي وهو المنهج الذي يلبي مصالح الجميع على أفضل وجه. يعني ربما يشرح جيف ماكمان في نصه الحرب العادلة على أن نظرية الحرب العادلة هو الاسم الذي يطلق على النظرية الإيتيقية، وتقع في المنطقة المتوسطة التي تركت شاغرة بين طرفين النظرية السلمية والواقعية. ولذلك فهو يؤكد أن الحرب يمكن تبريرها فقط إذا تم احترام معايير معينة في بدايتها وتنفيذها واكتمالها. هناك حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام أشار إليها ماكمان، وهي أن نظرية الحرب العادلة
تعتبر انحرافا في مجال الاتيقيات المعاصرة، حيث أنها ككل مقبولة كنظرية صحيحة من قبل جميع الفلاسفة تقريبا، مع ذلك ينتقدها ماكمان مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم اعتباره أمرا مفروغ منه، أو وأنه يتم استخدامه أحيانا بشكل عشوائي دون التشكيك فيه. ومع ذلك فمن الواضح أن هذه النظرية تسمح لنا بالتصالح مع الطبيعة البشرية، والحقيقة أن توجه الإتيقى على النقيض من دعاة السلام من شأنه أن يضفي الشرعية على دخول أي دولة في الحرب لأغراض دفاعية، وهو ما قد يشكل ضرورة أساسية في عالم حيث لا يشعر الجميع بالانزعاج بسبب الاعتبارات الإتيقية. لختام تطوير نظرية الحرب العادلة منذ العصور القديمة من بين آخرين من قبل أوغسطين، وتم تعزيزها من خلال كتابات العديد من المؤلفين على مر القرون، وتمكنت من تلبية متطلبات العصور المختلفة. وفي القرنين الماضيين مع ظهور القانون الدولي أدت التطورات الجديدة في النظرية إلى تركيزها بشكل أكبر على الطرق المقبولة لشن الحرب، ومن هنا انبثقت 6 قواعد أو معايير تحكم العدالة قبل الحرب، قانون الحرب أو حق الحرب، بالإضافة إلى 3 معايير أخرى تتعلق بالعدالة أثناء الحرب، قانون الحرب. ولذلك فإن الحرب حسب المدافعين عن نظرية الحرب العادلة تكون مشروع إذا تم إعلانها علنا من قبل السلطة المختصة، فإذا تم الإعلان عن ذلك لسبب عادل للدفاع عن النفس أو وجب مساعدة، وما إذا كانت النوايا التي أعلنت الحرب من أجلها ناشئة عن هذه القضية العادلة، وما إذا كانت الحرب ترد بشكل متناسب على المعتدي. إذا اعتبرنا أن فرص النصر معقولة، وإذا كان هذا هو الملاذ الأخير الممكن، ومع ذلك لكي تكون هذه الحرب عادلة يجب أن تستوفي على الأرض الواقع معايير التالية. عند تقييمها بشكل فردي يجب أن تكون الوسائل التي يستخدمها الجنود متناسبة مع وفوائد أفعالهم. لا يجوز للجندي مهاجمة شخص غير مقاتل، ولا يسمح إلا باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازم لتحقيق الأهداف المحددة. حتى الآن يبدو أن هذه المعايير التي تم تطويرها على مدى العقود القليلة الماضية تدعم الفكرة البديهية لدى معظم الناس حول ماهية الحرب العادلة. ومع ذلك فإن وضع مثل هذه المعايير لا يضمن إقامة حروب عادلة، بل يحاول ضمن إطار نظري تحديد ما يشكل حرب عادلة ومشروع من خلال الحد الأدنى من المعاناة الإنسانية التي قد تسببها الحرب. ومن الواضح أن الصراعات المسلحة لا تخلو من الضحايا، ويبدو لأنه من غير المعقول إتقين تضحي بأصغر فرد حتى لو كان ذلك من أجل الصالح العام للجميع أو أكبر فرد، ومع ذلك أو الفرد المريض كما يحدث في غزة، يعني الأطفال والنساء والأبرياء والمرضى وربما حتى المسلمين والمدنيين الذين يتم استهدافهم من طرف يعني بالقصف البري والبحري والجوي من طرف يعني الآلة الحربية للعدو الصهيوني إمبريالي. ومع ذلك كما ذكر مايكل والزر في كتاب الحروب العادلة وغير العادلة، لا يمكننا أن نتصور الضرر الذي يلحق بجندي يشارك طوعا في حرب باعتباره ضررا غير عادل، وبالتالي في أن الامتثال للمعايير المحددة في مبادئ حق الحرب وقانون الحرب يضمن الحد الأدنى من الضرر الإنساني بشكل عام. ما يدفعنا إلى رؤية القوة وقبول نظرية الحرب العادلة على أنها صحيح هي النقطة التي أثارها جون راولز وقدمها كمقدمة لنظرية عن العدالة. يقول جون راولز يجب أن تكون النظرية الجيدة للعدالة قابلة للتطبيق بشكل ملموس ويمكن تحقيقها. كما يبدو أن القالب الذي تم تطويره في إطار نظرية الحرب العادلة يستوفي هذا المعيار، وهنا يعترض الواقع بكل تأكيد بأنه من المستحيل تنفيذ الفعل لهذا النوع من النظرية، لأنه ليس من مصلحة الدولة أن تتبع القواعد الراسخة أو السورية، لأن هذا من شأنه أن يحد من انتشار قواتها وبالتالي وصولها إلى السلطة ضمن الموارد اللازم لتنميتها. فما هي أخلاقية الحرب بصفة عامة؟ ما هي إتيقة الحرب؟ تتكون إتيقة الحرب من مجموعة من المبادئ المعيارية التي تنظم اللجوء إلى الحرب، أو قانون الحرب أو سلوك المتحاربين أثناء الحرب الجارية أو قانون أو حق الحرب. في الآونة الأخيرة ركز بعض الفلاسفة على المبادئ التي تنظم سلوك المنتصرين بمجرد انتهاء الحرب أو قانون ما بعد الحرب. على العكس من القضايا الأخلاقية والسياسية الأخرى، جذبت أخلاقيات الحرب اهتمام جميع التقاليد والمدارس الدينية والفلسفية تقريبا، سواء كانت الإسلام أو المسيحية أو الفكر الصيني في القرنين 5 و 6 قبل الميلاد أو الليبرالية المعاصرة. المهم أن نلاحظ أن مفهوم أخلاقيات الحرب يفترض مسبقا من ناحية رفض النزعة السلمية المطلقة، ومن ناحية أخرى رفض الواقعية المطلقة، النزعة الحربية. بقدر ما تقدم أخلاقية الحرب مبررا أخلاقي للجوء إلى الحرب ولأعمال حرب معينة، فهي تعارض المسلمين الذين يرفضون الحرب مهما كانت الظروف. بقدر ما تهدف أخلاقية الحرب إلى فرض معايير أخلاقية على استخدام الحرب،
وعلى سلوك المتحاربين أثناء الحرب وبعدها، فهي تعارض الواقع الذي يؤكد أن الدولة خالية من الفعل لصالحها بغض النظر عن العواقب، عن العواقب الحادثة أو التي عن العواقب التي تحدث أو تمارس، العواقب التي تمارس على الدول الأخرى. هناك اختلافات كبيرة بين التقاليد من حيث المحتوى، التقاليد الثلاث من حيث المحتوى مبادئ الحرب، قراءة ربما اليهودية المسيحية للحرب مستوحاة من القانون الروماني والتقاليد الأغسطينية والتوماوية والتي تم تدوينها بين القرنين 16 و18 على يد سواريز وفيتورا وغروسيوس وفرانسيس فاتيل وإيمانويل كانت من بين آخرين. القانون الدولي العام مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف، لذلك فإن هذا الإشعار مكرس لهذه القراءة. في هذا التقليد المبادئ التي تنظم قانون الحرب هي 6 من حيث العدد. أولا يجب أن تكون قضية إعلان الدولة الحرب عادلة. ثانيا يجب إعلان الحرب من قبل السلطة الشرعية ذات سيادة. ثالثا يجب على السلطة التي تعلن الحرب أن تفعل ذلك بنية صالحة. رابعا يجب إعلان الحرب كملاذ أخير. خامسا لا يمكن إعلان الحرب إلا إذا كانت فرص نجاحها معقولة. سادسا يجب أن تكون تكاليف الحرب متناسبة مع فوائدها. إذن هناك 3 مبادئ لقوانين الحرب. يجب على المتحاربين أن يفرقوا بين المقاتلين وغير المقاتلين وألا يقتل هؤلاء المدنيين طواعية. يجب على المتحاربين الامتناع عن استخدام القوة المفرطة. ثالثا يجب أن تكون شرور ناتجة عن أي عمل حربي متناسب مع فوائده. من ناحية أخرى تحكم مبادئ قانون ما بعد الحرب معاهدات السلام ودفع النهائي للتعويضات، وكذلك تقديم مسلمو الحرب للعدالة. على هذا النحو على الدولة المحاربة أن تنهي الحرب إذا حققت أهداف الحربية وإذا كانت الدولة المعتدية مستعدة للاستسلام. ثانيا يجب إبرام اتفاقية الهدنة والسلم من قبل السلطات ذات سيادة وشرعية. ثالثا يجب أن تتناسب شروط الهدنة ومعاهدة السلام مع أخطاء الدولة المعتدية التي بررت اللجوء إلى الحرب في المقام الأول، وكذلك مع الأخطاء التي ارتكبها المتحاربون أثناء الحرب. رابعا فقط الأفراد المسؤولين مباشرة عن الأخطاء التي بررت اللجوء إلى الحرب في المقام الأول والجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب يمكن أن يقدموا للعدالة. بحسب التفسير الأكثر صرامة لأخلاقية الحرب فإن أي حرب تخالف هذه المبادئ هي حرب غير عادلة، ومع ذلك لم تستوفي أي حرب هذه المعايير ولا حتى حرب الحلفاء في ضد ألمانيا النازية، وهي حرب يعتبرها الكثير مع ذلك مثال الحرب عادلة. لذلك يمكن المرء أن يتساءل عن النطاق العملي لتقليد هذا التقليد الفلسفي. في الواقع يعتقد بعض الفلاسفة أن ما يميز الحرب العادلة عن الحرب الظالمة هو إما الالتزام بمبادئ قانون الحرب أو الالتزام بمبادئ حق يعني قانون ما بعد الحرب. ليس هناك شك في تقديم تعليق نقدي مفصل على هذه المبادئ 13. لاحظ مع ذلك أن مقولية قانون الحرب وحق الحرب وقانون ما بعد الحرب يفترض أنها مستقلة عن بعضها البعض، بحيث يكون لجوء الدولة إلى الحرب غير عادل على سبيل المثال لأنها تغزو دولة مجاورة من أجل غرض وحيد من الاستيلاء على جميع مواردها الطبيعية، النفط والغاز و ربما حرب على المياه وحرب حتى على الحبوب والزراعات يمكن مع ذلك إجراء هذه الحرب بشكل عادل. على سبيل المثال إذا كنت تحترم مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، بمجرد هزيمة الدولة المعتدية يمكن محاكمة حكام تلك الدولة التي كان بهم جرائم حرب عدوان، ولكن ليس لأمرهم بقتل مقاتلي الدولة التي غزوها ظلما. يمكن الأمر للمرء أن يشكك في صحة هذا الرأي لأنه يبدو بعد كل شيء أنه إذا كان غزو بلد ما بالقوة غير عادل فإن قتل مقاتلي ذلك البلد أثناء الحرب ناتج عن العدوان هو بالتأكيد أيضا، وبالتالي يشكل جريمة قتل. من وجهة نظر هذه فإن قانون الحرب وحق القانون ما بعد الحرب مترابطان. من الواضح أن هذا يفترض أن الجندي الذي يقتل عدوا يقتل كفرد ويتم الحكم عليه على هذا النحو ليس كفعل دون إرادته للسيادة. إذا تم تطبيق هذه الأطروحة المثيرة للجدل للغاية فلن يوافق أحد على خوض الحرب. لاحظ أيضا أن مبدأ المفاضلة يسمح للمقاتلين بقتل غير المقاتلين الأبرياء أخلاقيين بشرط أن لا يقتلوهم طوعا. في هذا يقوم مبدأ التمييز على عقيدة التأثير المزدوج التي عبر عنها في الأصل اللاهوتي المسيحي القديس توما الإكويني. تحدد عقيدة التأثير المزدوج أفعال معينة لها تأثير مزدوج، تأثير سلبي على سبيل المثال قتل شخص ما وتأثير إيجابي على سبيل المثال إنقاذ حياة شخص آخر. وفقا للعقيدة فإن ارتكاب فعل من هذا النوع مسموح به أخلاقيا وفقط إذا كان التأثير السلبي هو الناتج المقصود،
ولكن غير المقصود لهذا الفعل. من ناحية أخرى لا يسمح بهذا الفعل إذا تم ارتكاب على وجه التحديد، لأن تأثيرها السلبي سيؤدي إلى التأثير الإيجابي. نتخيل أن دولة معينة في حالة حرب ضد دولة أخرى، لكن دولة معينة تكسب الحرب وبالتالي تنقذ حياة الآلاف من الناس على المدى المتوسط والطويل، تأثير إيجابي. في حالة ثانية تقصف دولة معينة المدن الأكثر اكتظاظ بالسكان في دولة أخرى، مما ينتج عنه تأثير مزدوج، يموت المئات كما هو الحال مع غزة، يموت المئات من الأشخاص والآلاف في هذا الهجوم، تأثير سلبي. لكن دولة أخرى إدراك الاتفاق العسكري الساحق لدولة معينة يستسلم دون تستسلم دون قيد أو شرط، لذلك تفوز دولة معينة بالحرب، تأثير إيجابي. بموجب عقيدة التأثير المزدوج فإن دولة معينة لها الحق الأخلاقي في القصف في الحالة الأولى، ولكن ليس في الحالة الثانية. الواقع في الحالة الأولى فإن الخسائر في أرواح المدنيين هي نتيجة المتوقع ولكن غير المقصود للقصف. من ناحية أخرى في الحالة الثانية فهي النتيجة المتوقعة المطلوبة لهذا القصف المطلوبة على وجه التحديد من أجل انتشار إنتاج التأثير الإيجابي لهذا القصف، أي استسلام دولة أخرى وانتصار دولة معينة. وبعبارة أخرى فإن مبدأ التأثير المزدوج يبرر الأضرار الجانبية للحرب، ولكن نحن ما نراه في حرب غزة أنها حرب ظالمة وغير متوازنة وتؤدي إلى ارتكاب مجازر والتي وصلت إلى حد يعني الفظاعة والإبادة الجماعية للسكان المعزولين والمحاصرين، وتهدف إلى تهجيرهم إلى دول الجوار. يعني لاحظ أخيرا أن مبادئ أخلاقية الحرب تبدو سيئة التكيف كما هي مع أشكال الحرب التي يبدو أنها سائدة في العالم المعاصر، وهذا الحرب الذي يشن العدوان الصهيو إمبريالي على الفلسطينيين وعلى العرب والمسلمين بصفة عامة. ولأعطيهم مثالين فقط في أن المبدأ الذي بموجبه يجب إعلان الحرب وإنهاء من قبل سلطات شرعية وذات سيادة باختصار، ليأخذ في الاعتبار ظاهرة الحروب الأهلية التي تعرض مجموعة من الأفراد لدولتهم. وبالمثل فإن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يقوم على ما فكرة الحرب التي تشنها الجيوش النظامية على الجانبين، والتي يكون المدنيين فيها متفرجين أبرياء فقط. في هذا يفلت المقاتلون غير النظاميين من المقاتلين المأجورين من مبدأ التفرقة. فمتى تنتهي الحروب غير العادلة والحروب الظالمة؟ أليس مفهوم الحرب العادلة هو في حد ذاتها فخ لتبرير سيطرة الأقوياء على الضعفاء؟ ومتى يحل السلام بين الشعوب والدول وتنتهي هذه المهازل وهذه الجرائم المرتكبة في حق الأبرياء والماء دينيين في غزة وفي فلسطين؟ ومتى نمنح هذه يعني هذه الشعوب تقل الحرية دول ذات سيادة ونمنحهم حق تقرير مصيرهم بأنفسهم دون تدخل خارجي ودون وصاية ودون احتلال ودون استيطان؟ إلى اللقاء. هذه مداخلاتنا عن حرب العادلة والحرب الظالمة. نرجو أن تكون هذه المداخلة المقاربة الإتقية قد أرضتكم. إلى اللقاء في مداخلة قادمة إن شاء الله.